لذلك هذه أوقات يتحرى فيها المؤمن الدعاء، فإنها أوقات إجابة. من أعظم الدعوات للنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نحفظها ما رواه أحمد والحاكم والبزار والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ده النص الصحيح، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يبقى لازم نتعلمها يا إخوان، مش على سبيل الوجوب، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أختم بهذا السؤال المرير لإبراهيم ابن أدهم. مر يوما على سوق البصرة فاجتمع الناس حوله وقالوا: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال: لعشرة أسباب. خلي بالك، شوف انت عندك كم سبب من الأسباب دي، وأنا عندي كم سبب. قال: لعشرة أسباب. عد معي: عرفتم الله ولم تؤدوا حقوقه. أديت حقوق الله؟ أصدق مع نفسك كده وجاوب على كل سؤال بينك وبين نفسك: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. بتقال لحد دلوقتي كله واقع في الله. يا رب نجينا يا رب. وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم إن الموت حق ولم تعملوا له، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. أسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال.